الوضعيه الاقتصاديه معناتها تراجعت والتبدي التجاري تراجع بصفه كبيره ياسر من 500 مليون دينار الى 1000 مليون دينار. ان شاء الله احنا توا في هذا المنتدى اللي هو تحت شعار الامل والتحدي انه نحبوا نعيدوا الثقه بين تونس وليبيا الى اعلى مستوى، نحبوا معناتها نرجعوا معناتها كل مبادلاتنا وخاصه نلغي كل العراقيل، مش نعملوا كمجلس عمل التونسي الافريقي بكل صراحه كل ما في وسعنا للخروج من العراقيل هذه. والاهم من هذا كل هو المبادره متاعنا انه مش نخدموا على رؤيه مشتركه ورؤيه واضحه بين تونس وليبيا. المجلس العمل التونسي الافريقي نحبوا اليد في اليد كما شفتوا الشعار متاعنا مع الشقيقه ليبيا باش نكونوا زوز بلدان بوابه افريقيا. تعتبر هذه بدايه الانطلاقه لعوده وعوده قويه ان شاء الله للشراكه الليبيه التونسيه في مختلف المجالات. المنتدى هذا هو اللي بيفتح المجال لمعالجه العراقيل والمشاكل اللي تواجهت فيما سبق الاجراءات المتخذه في مجال الشراكه. الشق الثاني ان السوق الليبي معروف والسوق التونسي معروف لينا احنا، لكن نبو تنظيم من الجانبين كيف ننظموا الاليه اللي نخدموا بها والاستغلال الامثل للامكانيات المتوفره في ليبيا وفي تونس وفي صالح الشعبين. الرغبه موجوده من الجانبين في المشاريع سواء في ليبيا او في تونس. نحن بدرجه اولى القطاع اللي نحتاج اليه القطاع المهن الحرفيه، المهن الماهره اللي هو اللي تحتاج الى مهاره يدويه مثل الكهرباء، مهن الزراعه والفلاحه وكذلك مهن الصيد البحري. هذه المراكز اللي نحن عملنا عليها تطوير تدريب وتكوين مهنه الصيد البحري هذا بالدرجه الاولى، وكذلك مهنه الفلاحه، وكذلك المهن الكهربائيه، وكذلك مهن البناء والتشييد، وايضا المهن الاخرى اللي هو تعامل بالزجاج، وكذلك مهنه النجاره. هذه المهن التي نحن نحتاج اليها، مهن التقنيه اللي هو صيانه النقلات، صيانه الكمبيوترات، صيانه المكيفات، هذه مهن جديده ايضا سوق العمل الليبي متعطش اليه، وايضا الشباب الليبي متعطشين، وكذلك الشباب التونسي. اتفقنا اليوم على انه مكتب التشغيل التونسي اللي كان موجود في ليبيا تسكر لفتره، ماذا بينا لو كان يعاود يحل ابوابه من جديد، واتفقنا على بعث منصه الكترونيه تقريبا باش تكون هي همزه الوصل بين الجانب التونسي والجانب الليبي، باش نحطوا كل الطلبات نتاعنا على مستوى العروض، كذلك مستعدين في لتكوين الجانب الليبي في مهارات معينه حسب الاتفاق.